لو ده أول فيديو تشوف في القناة، من الأفضل إنك تروح على الفيديو الرئيسي للقناة بالضغط هنا. في الفيديو الرئيسي هتلاقي فيه شرح للقناة وشرح لمحتوياتها وأهدافها وفهرس بجميع محتويات القناة عشان تكون على اطلاع بطريقة التدريس. لما بنضغط شيفت أثناء فتح البرنامج بيفتح معانا وبيتخطى الحماية اللي عملناها من خيارات منها. وكذلك عندنا الجداول ممكن تعمل استيراد ليها من اي مكان تاني، يعني ممكن تفتح صفحة اكسس وتستورد الجداول وكذا النماذج والاستعلامات. وطبعا دي حاجات تتعرض للبرنامج للخطر او فقد بيانات في اي وقت، او ممكن حتى تصدير بيانات للبرنامج، ودي ثغرة امان لا يمكن ان احنا نعديها. عشان كده المرة دي هنعمل الغاء للشيفت، ما تقدرش تخش تضغط شيفت اثناء فتح البرنامج تتجاوز الحماية. وهنعمل اخفاء للجداول والاستعلامات، وهنعمل حماية للاكواد اللي عملناها عشان برضه ما تقدرش تستورد النماذج. للتبسيط فيه نموذج اسمه شيفت هنضيفه للبرنامج، انا عامله في قاعدة بيانات مستقلة موجودة اهو، هتلاقوا الرابط بتاع تحميلها تحت الفيديو. هنستورد النموذج ده ونحطه في البرنامج. بس في حاجة قبل ما نفتح البرنامج لازم نعملها، لازم ناخد باك اب للبرنامج قبل ما نخش المرحلة، عشان لا قدر الله في اي خطأ اخطأناه ممكن نفقد كل البرنامج، فيكون عندنا نسخة احتياطية من البرنامج. يبقى بداية من هنا والخطوات اللي جاية في البرنامج قبل ما نبدأ اي خطوة لازم ناخد باك اب من البرنامج. باك اب هتيجي على البرنامج وتاخد نسخ وتروح في مكان انت عارفه وتعمل له حفظ. مش هنعمل باك اب عادي، نفتح بيانات خارجية استيراد ونروح على النموذج اللي فيه الشيفت ده، اسم ملف الاكسس تمكين والغاء الشيفت، نضغط موافق. نروح على نموذج الشيفت وناخده، هو مفيش غير نموذج واحد، نموذج الشيفت. اوكي، ده شكل النموذج. طيب نعمله وضعية من النموذج ده. لو ضغطنا الغاء عمل الشيفت يقول لك سيتم ايقاف الشيفت. نعم، تم ايقاف الشيفت. تمكين الشيفت نفس النظام، تمكين سيتم تفعيل الشيفت، تم تفعيل الشيفت. ومن هنا اخفاء جميع الجداول والاستعلامات، ومن هنا الاظهار بتاعه، وده اغلاق للبرنامج. لكن نلاحظ حاجه واحنا واقفين هنا، عشان اللي هيغلط ويعمل الغاء تمكين الشيفت الان ويقفل البرنامج مش عارف يفتحه تاني، هيفتحه كمستخدم فقط. يبقى لازم نربط النموذج ده، نعمل مدخل نخش منه للنموذج ده. هنروح على المستخدمين، دخول المستخدمين، وهنعمل كود يمكننا من الدخول للبرنامج من الداخل الى النموذج الشيفت عشان نعمل تمكين او الغاء تمكين. هنيجي هنا في الاول ونعمل دالة شيفت فوق هذه الدالة، شوف الدالة دي الاول قبل ما يخش على الشيفت. هنقول لو ان واحد اف، لو ان واحد ساوت اند ان اثنين ساوت زين طيب. لو ان واحد هنقول مثلا ساوت دخول، مثلا نخليها السيد بدران، هنخليها سيد بدران. طبعا احنا المفروض هنكتب هنا اسماء لا يمكن هتستخدم كاسم مستخدم، وهنحط كلمة سر برضك لا يمكن تستخدم، يعني كلمة سر نحاول نصعبها بقدر الامكان بحيث انها لا يمكن تخمنها، او لا يمكن المستخدم يحطها كاسم مستخدم ليه، وكلمة سر بشكل عشوائي تخش معاها. يعني هنحط هنا كلمة سر واسم مستخدم نحاول بقدر الامكان نخليهم مختلفين. وان اتنين تساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من 1 ل 9.
يبقى لو اسم المستخدم سيد بدران وكلمة السر من 1 لـ9 يعمل ايه؟ يفتح نموذج الشبكة. نفتح نموذج الشيفت else وإن ما كانش لا اسم المستخدم سيد ولا كلمة السر من 1 لـ9 يبدأ يخش على المعادلة بتاعت الدخول العادي اللي احنا عملناها. وما ننساش في الآخر احنا عملنا دالة F فوق نعمل end F انهاء لدالة F اللي احنا عملناها في الأول. يبقى احنا عملنا دالة F تفتح نموذج الشيفت في حالة اسم المستخدم سيد بدران وكلمة السر من 1 لـ9 من مكان ان الشرطين دول ما تطبقوش يبدأ يفتح كمستخدم عادي يكتب كلمة السر اسم المستخدم وكلمة السر ويبدأ يخش على البرنامج. نقفل كده ونجرب. اول حاجة نلغي الشيفت. هنلغي الشيفت الغاء الشيفت. إخفاء الجداول والاستعلامات ونعمل إغلاق وإغلاق للبرنامج. حفظ. هنحاول نضغط شيفت واحنا نفتح البرنامج. الحماية موجودة، مظهر الناش جزء الانتقال ومظهر الناش القوائم. نبدأ نعمل دخول عادي سيد. عمل دخول للبرنامج عادي. نغلق البرنامج. نحاول نعمل ملف اكسس جديد ونستورد الجداول. نحدد قاعدة البيانات نعمل لها فتح. موافق. مفيش أي جداول أو استعلامات. في النماذج موجودة ولسه ممكن نستوردها. لازالت النماذج ممكن لسه نستوردها. احنا نعمل إلغاء. إلغاء أمر ونخش نقفل النماذج. نبدأ نخش عادي البرنامج عشان نشيل الحماية اللي احنا عملناها للشيفت. سيد بدران. وكلمة السر من 1 لـ9. فتح لنا نموذج الشيفت. نبدأ نعمل تمكين للشيفت. سيتم التمكين. إخفاء إظهار لجميع الجداول والاستعلامات. إغلاق للبرنامج. ومن هنا إغلاق ونفتح تاني. وبضغط على الشيفت المرة دي. دخلنا البرنامج. رجعت الجداول تاني موجودة. نبدأ نعمل حماية للأكواد. من الفيجوال بيزك. من توتال. بروجكت حماية البروجكت ونكتب كلمة السر بتاعتنا. طبعا كلمة السر لازم تكون صعبة شوية. ونقفل كده خلاص الأكواد بتاعتنا اختفت. حتى لو حد دخل للبرنامج مش هيعرف يخش على الأكواد. وكذا مش هيقدر يستورد النماذج والتاري. البرنامج في المرحلة دي هيبقى مرحلة انتقالية لأن مش هنقل الدرسين اللي جايين. واحد منهم هيكون عن تقسيم والنشر على الشبكة وواحد هيكون عمل سيت اب للبرنامج. الاثنين دول هيعتمد على البرنامج في المرحلة دي. يعني دلوقتي كان قبل كده كله كان سلسلة. الجزء ده مش هيبقى سلسلة. يعني كده هنبقى نبدأ نتفرع هنا فرع وهنا فرع.
لو لك تعليق او استفسار اكتبه تحت الفيديو. افتح اظهار المزيد لو في روابط تحميل. اشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. من هنا الحلقة التالية، ومن هنا الحلقة السابقة، ومن هنا واجهة القناة والفهرس. لو الروابط مش شغالة بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك، ومن وقت للتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.